زي ما كلنا شايفين احتفالات عرس انتخابي كبير بيشارك فيه الشباب. احنا كجامعة بنها شايفين التمثيل القوي لشباب جامعة بنها اللي احنا دايما كنا بنراهن على الشباب، بنقول الشباب بتاعنا بخير وولادنا بخير وحاسين بكل الانجازات اللي بتتم على ارض الواقع. كلهم زي ما انتم شايفين نازلين في كل اللجان، شايفين مشاركتهم، شايفين تفاعلهم مع المواطنين، شايفين الخدمات اللوجستية اللي بيقدموها، شايفين جامعة بنها قدام كل لجنة من اللجان. هم دول شباب مصر ودول عينة لشباب الجامعات اللي موجودة في كل محافظة من محافظات مصر. هم دول الشباب، شباب مصر اللي احنا كلنا بنشتغل عشانهم، بنشتغل عشان مستقبلهم، بنشتغل عشان يعيشوا حياة أحسن وأحسن ويكون هناك فرص ليهم أفضل من الفرص اللي هي أتيحت لينا. إن شاء الله مصر هتتبني بسواعد هؤلاء الشباب اللي احنا بنضع ثقتنا كلنا فيهم، وإن شاء الله مصر بخير ومصر هتزدهر ومصر هتتبوأ مكانها عالميا وإقليميا بفضل رجالها المخلصين وشبابها الواعد. وبنقول تحيا مصر، تحيا مصر.